السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. الرئيس الموريتاني يصل غينيا كوناكري لحضور تنصيب ألفا كوندي بعد مشاركته بتنصيب الرئيس الإخواني الحسن واتارا. تعميم من وزارة الداخلية بغرامات مالية على مخالف الإجراءات الاحترازية. الطلاب الممنوحون إلى المغرب يحتجون ونائب برلماني يطالب بتسوية وضعيته. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. بدأ الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني زيارة إلى العاصمة الغينية كوناكري للمشاركة في حفل تنصيب رئيس البلاد ألفا كوندي لولاية جديدة. وكان والشيخ الغزواني قد شارك في حفل تنصيب الرئيس الإفواري الحسن واتارا لولاية رئاسية جديدة إلى جانب رؤساء 11 دولة من المنطقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثلين عن الإكواس والأمم المتحدة. وقد التقى الغزواني خلال وجوده في أبيدجان ممثلين عن الجالية الموريتانية في ساحل العاج. أعلنت عدة قطاعات حكومية إجراءات لمواجهة وباء كورونا، أبرزها حظر التجوال وتعليق صلاة الجمعة وحصر صلاة الجماعة على الإمام والمؤذن في إطار الإجراءات للتصدي لانتشار الوباء في البلاد. أتي ذلك بعد إعلان الرئاسة فرض حظر جزئي للتجول مدة 12 ساعة، مبررة ذلك بأنه سيعزز الجهد الوقائي والاحترازي ضد الوباء. نتابع. الموريتانية تعلن عن حظر للتجوال على كافة التراب الوطني ابتداء من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا ضمن سلسلة قرارات وإجراءات لمواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد. قرار وزارة الداخلية عقبه بيان من الرئاسة الموريتانية حدد مجموعة من الإجراءات أبرزها إضافة إلى حظر التجوال إنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة 4 مساء والفرض الصارم لاحترام إجراءات الحمولة الموجودة على البطاقات الرمادية بالنسبة للسيارات عموما وسيارات النقل خصوصا وفرض وضع الكمامات على المسافرين. وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت عن تعليق صلاة الجمعة ونزع الأفرشة في المساجد واقتصار صلاة الجماعة على الإمام والمؤذن فقط. يأتي ذلك بعد تصاعد الوفيات والإصابات المسجلة في موريتانيا مع بدء الموجة الثانية من كورونا، موجة اتسمت بالخطورة وارتفاع حجم الخسائر في وقت حذر فيه مدير الصحة العمومية من أن قطاع الصحة على وشك العجز إذ لم يتجاوب المواطنون مع إجراءات الاحتراز من الوباء. ومع أن هذه الإجراءات كانت متوقعة بل مطلوبة وفق البعض لتصدي الوباء وتنبيها للمواجهة على خطورة وجدية الأمر، فإن بعض المتابعين تحدثوا عن محدودية تأثير هذه الإجراءات بعد أن انتشر الوباء فضلا عن تأثيرها السلبي المباشر على الطبقات الضعيفة والأنشطة الاقتصادية، خاصة أن الأسواق لم تتعافى بعد من تأثير الإغلاق في الموجة الأولى. تتزامن هذه الإجراءات مع ارتفاعات سجلت مؤخرا في أسعار المواد الأساسية إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية الذي أعلنت عنه وزارة الصحة قبل أشهر، الأمر الذي يتطلب من الحكومة وفق بعض المراقبين إعادة برامج التدخل الاجتماعي وتفعيل الإجراءات التي اتخذت خلال الموجة الأولى للسيطرة على الأسعار والمساهمة في تخفيف آثار الوباء وإجراءاته على المواطنين. وزارة الداخلية الموريتانية أصدرت تعميما موجها للولاة وحكام المقاطعات يتعلق بفرض غرامات على المخالفين تتراوح بين 500 أوقية و 10,000 أوقية. وتثير الإجراءات رفضا لدى أوساط من المواطنين، لكنها في الوقت ذاته ضرورية لكسر سلسلة انتشار الوباء بنظر آخرين. نتابع. ردود فعل متباينة على قرار السلطات حظر التجول جزئيا وفرض غرامات مالية على المخالفين له. يذهب المدافعون عن القرار من المواطنين إلى القول إنه سيساهم في الحد من انتشار الوباء، داعين إلى مساندة الجهات الرسمية في مكافحته. حظر التجول الذي اتخذته الحكومة الموريتانية وتغريم السائقين الذين لم يحترموه قرار حكيم وصائب وإن كان تأخر بعض الوقت،
لأن المحافظة على النفوس البشرية مسؤولية الجميع وفريضة إسلامية. ما عنده ما هو للاحتراز منه إن شاء الله، وراجين إن شاء الله عن الله حد يصبر إن شاء الله ويتأقلم على الوضع اللي كاين إن شاء الله، ويدور إن شاء الله وتتحسن الأوضاع، ودور إن شاء الله ننتصروا على الفيروس بإذن الله تعالى. فيما اعتبر بعض آخر من المواطنين أن حظر التجول ساهم في رفع سعر تذكرة النقل بأكثر من الضعف قبيل بدء الحظر. لا بد أن يمشي يعود، ما عنده الفضاء يعود مولى تاكسي يقول له 300 جنيه يا مس في كلينك. طبعا شمن التاكسيات قالوا لنا 300 ل 400، صبحت الناس هاي 300 و400 ما عندهم، معناه لا بد منهم مولي الكياسة تخلق مع الناس، مع الناس البسطاء. آخرون ذهبوا أبعد من ذلك إلى القول إن القرار الجديد لا جدوى منه نظرا لانتشار التجمعات في الأماكن العامة وغياب ثقافة التباعد الجسدي عند المواطنين. ثقافة التباعد، نحن ما يفقه موسنا. الناس تجول في الأسواق تجابر وتركب في عربات النقل في ستار واقيش ما في الدير كمامة ويركبوا في البسات، معناه أن هذا ما عنده أي جدوائية، هذا لا مضايقة المواطن، يعدلوا حل لهذا. وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت الأحد فرض حظر جزئي للتجول على عموم تراب البلاد ابتداء من الساعة 6 مساء وحتى 6 صباحا، مدرجة القرار في إطار تعزيز الجهد الوقائي والاحترازي العام لكونه أقوى الأسلحة في مواجهة الجائحة، تضيف الرئاسة. صحافة وسمعيات البصرية الحسين والمدو، إنه بقدر تيسير نفاذ الإعلاميين وتأمين تدفق المعلومات وتنويع وتوسيع دائرة وآليات التحسيس سيتغير مسار التراخي والاستهتار بالتعليمات الصحية وفق تعبيره. وأشار المدو خلال تدوينة على صفحته على الفيسبوك إلى أهمية دور الصحفي في مواجهة الأخبار الزائفة وجعل المواطنين على مستوى التحدي الصحي الكبير، وعيا بخطره وتملكا لآليات مواجهته قبل الوقوع وبعد الإصابة. نظمت مجموعة الطلاب 77 الممنوحين إلى المغرب صباح الاثنين وقفة جديدة في العاصمة نواكشوط، شارك فيها إضافة إلى الممنوحين عدد من أوليائهم وبرلمانيون ونشطاء في المجتمع المدني. وطالب الطلاب المحتجون الرئيس محمد الشيخ الغزواني والسلطات الموريتانية بالتدخل من أجل حل مشكلتهم العالقة منذ فترة. احنا هذو ممثلين على طلاب الممنوحين شؤون المغرب، طالبين من الجهات المعنية جزاها الله خيرا تتدخل ولا ترغي من احنا هذو اللي المغرب أعطاته وثائق تأكد علينا دول المجاورة سامحة لهم قراية التلاميذ عن بعد، لذلك طالبين من الجهات المعنية جزاها الله خيرا تتدخل في هذه القضية وتسجلنا الدورة ونقراوا عن بعد، دول المستعدين ونا نبغوا يلغاها من احنا، جزاكم الله خيرا. هاي الوقفة اليوم مع طلاب 77 طالب موريتاني كدوا بدرعيهم عوائلهم بما فيهم عوائل ضعيفة كل جهد وتفوقوا في بكالوريات علمية بمعدلات عالية 17 و18، وعطاتهم الدولة منح وعندهم إفادات منح، وعقبة المغرب نزلت الظروف الصحية قالت عن الظروف ما هي مواتية حالا. كيف هذول الناس ينقال لهم هاو جايين رجعوا وقراوا مع الطلاب اللي دونكم مستويات حتى وفي كليات وتخصصات ما عندها علاقة باللي ممنوحين له ولا يناسب جهود اللي بذلوا، لا يناسب مستواهم المعرفي ولا مستوى ذكائهم تبارك الله. الحل عن الدولة دبر حالة تحل لهم هذه المشكلة، إما بدول بديلة للعام اللي عاد قد صح، وإما بضمان عن منحتهم ما تضيع السنة الجاية، وإما بالتعليم عن بعد لكن منهم الصح عن التعليم بعد. إهمالهم وتجاهلهم بهذه الطريقة وإهانتهم هم وأسرهم رغم أن الجهود كانوا يبذلوا بالحقيقة ما هو مناسب، وراجين عن السلطة الطريقة اللي حلت بها مشاكل طلاب كلية الطب والطريقة اللي حلت بها مشاكل كاملة عنها تبر الجهات تحل لهم مشاكلهم. نظم نادي دائني الشيخ الرضا وقفة احتجاجية في نواكشوط للمطالبة بمذوله أمام العدالة، وطالب متحدث باسم الدائنين في تصريحات إعلامية بتطبيق القوانين المتعلقة بأداء حقوق الدائنين. هذا ضحايا علي الرضا اليوم جاءوا كالعادة كل أسبوع يعدلوا وقفات الشوارع نواكشوط من أجل استدعاء الشيخ الرضا أمام العدالة اللي معتبرين وحدين من القضاة وأكبرن اللي قد يعيط له أمام العدالة. المواطنين يا الله يعودوا مساوية أمام القانون، والشيخ رضا ما هو أكبر من اللي يعودوا يعيط له أمام العدالة. العدالة وعيطوا صحابة رسول الله وعيط لهم أمام العدالة، فمن بابي أولى مواطن عادي من الدول العالم الثالث، ما يا الله يعود حد أكبر من العدالة ولا يعود أكبر من القانون اللي يعيط له أمامه.
ثانيا نطالبوا بتطبيق المدونه الماده رقم 1289 من المدونه التجاريه التي تصون حقوق الدائنين. هاي الماده تصون حقوق الدائنين ونطالبوا تطبيقها على مستوى المحكمه التجاريه، ونطالبوا محاكمه الشيخ الرضا امام المحكمه الجنائيه. هو ما هو اكبر من اللي يعيط له؟ احنا ندوروا ابطال البيوع، البيوع ما اسس على باطل فهو باطل. نظمت مبادرة رصد ومتابعة ندوة حول الموجة الثانية من جائحة كورونا، وقال المنسق العام للمبادرة الخليل الخيري في افتتاح الندوة إن الإشكال الكبير المطروح الآن هو وجود مواطنين غير مقتنعين بوجود الفيروس أصلا، محذرا من احتمال تشديد الإجراءات في حال عدم الالتزام بها. وظهرنا عن للأسف واضح من انتشار الوباء انه يحتاج الى تضافر الجهود، والناس كامله تسهم كل من موقعه وكل من مجال اختصاصه قد لا يقدم شيء من اجل التعبئه والتحسيس. الحقيقه خارج روايه زين فينا اللي انا نتخطاها، وهي يواجع انه في واحدين منا ما زالوا حتى الان حسب اللي نشوفه ودائما نسمعه انه ما زالوا واحدين حتى الان يشكوا من ناحية جدوائية الإجراءات، ومن ناحية حتى وجود للأسف الوباء وكونوا مؤامرة وكونوا أحيانا معه بيك الدرجة من خطورة. واستعرض الخيري بعض التجارب في إلزام المواطنين أنفسهم بالإجراءات داعيا إلى التعاون في سبيل تحقيق ذلك. وثين فينا اللي نتعاونوا كاملين واللي منا عنده إمكانيات يقدر يوفر بعض الكمامات اللي شمل الناس احيانا ما عنده باش يشري كمامه، اللي تعود السلطات قاعده توفرهم بشكل مجاني، وفي بعض النقاط اللي رئيسيه مثلا تقدر تجبرهم الناس بسهوله، هذا يعود افضل لانه في النهايه الناس ياسمنها ما عنده وسائل لا يقتني ما قد يشري كمامات، غادي يتوفروا له كيف شفنا بعض التجارب حدزونا عنها اناس مقيمين في بعض البلدان الاخرى. أن المواطنين أنفسهم ما يقبلوا نهائيا أي مواطن كيفتهم يوخض لا للشارع ولا للمناطق العمومية ما هو مرتدي كمامة، غير ما ينهروه ولا يقولوا له شي خاسر، لا منين يشوفوا ما عنده يدبروا له في حالة إلين اللي يقبضها إجبارها يعطوها بشكل مباشر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة، وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يصل غينيا كوناكري لحضور تنصيب ألفا كوندي بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الإفواري. تعميم من وزارة الداخلية بغرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. الطلاب الممنوحون إلى المغرب يحتجون، ونائب برلماني يطالب بتسوية وضعيته. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.